عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ومعانا فيديو جديد وخبر جديد، بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا ننسيش نعمل لايك، نشترك في القناة، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهاردة خبر جميل جدا جدا ومميز وحصري، انه طبعا سمارة رجعت لمصر. الف الف مبروك، ورجعت لأبو جبل بعد تفاصيل ومعاناة كبيرة جدا جدا وبعد خلاف كبير. ربنا يهنيهم يا رب مع بعض. واحنا في يوم سمارة على كل إن حارس المنتخب المصري يكذب الشائعات طلاقه بسمارة. دار ديكلاراسيون وصرح انه مازال متزوج بسمارة. هذا حسب معلوماتنا ايضا، انه سمارة اليوم تغادر الجزائر متوجهة الى مصر برفقة سارة الخميس كالعادة. سألوها المتابعين عن سمارة وقالت انه كان فعلا المعلومات اللي وصلت لها ان كان في خلاف ما بينهم ما بينها وما بين ابو جبل، وبالفعل سمارة طلبت الخلع، ولكن ابو جبل يعني كان بيماطل في اجراءات الطلاق، لكن هي ما طلقتش ولا حاجة. وبالفعل ابو جبل حضر للجزائر يوم 13 اكتوبر وقعد في فندق كبير اسم في القمة، بس ما ذكرتش اسم الفندق ايه هو. وقالت ان هي ان هو اتقابل مع والدها واهلها، وكمان غالبا اتقابل معها هي اي وقت بعد ما كانت سمارة رجعت من تركيا على طول. والوقت ده كانت سمارة فعلا لابسة خاتم جديد في ايديها، فالناس ربطت انه هو اللي يكون جابها لها هدية، وان الحمد لله الامور استقرت، وان هم حيدوا نفسهم فرصة تانية. ربنا يهنيهم يا رب وبإذن. وطبعا هم بعدوا عن مواصل عن مواقع التواصل الاجتماعي، ده اللي اكده ابو جبل في لقاءه اكتر من مرة. حتى لما المذيع سأله، صحفي سأله في مصر بعد المهرجان وتكريمه، سأله عن ياسمين عز والحوار وان هي كانت بتعكسه على الهوى الشيء كان ملحوظ، قال ان هو الناس بتضخم، ولكن هو مش بتابع السوشيال ميديا ومش عايز يتابعها. هو بياخد عهد هو سمارة يعني ان هما يقفوا عن السوشيال ميديا وبعدوا عنها ويشوفوا حياتهم الشخصية، لان هي فرقت ما بينهم طبعا من ساعة لقاء منى الشاذلي وبعديه لقاء ياسمين عز. وده اللي يحيى تطبيش قاله امبارح في برنامجه، قال انه الاعلام المصري ضخم الموضوع او عمل تفاقم في المشكلة، وان الاعلام بصفة عامة بيتغذى على مشاكل الناس. حفيظة في امبارح برضو فتحت الدردشة مع محبيها وقالت يلا فين انت اللي عايزة هتولعي في نفسك، وقعدت تضحك. ولما تسألت سمارة سافرت مصر ولا لا ما جاوبتش، وقالت المتابعة انت وانت هتجيبي لها التذكرة ولا ايه. ولكن يحيى والمذيع في برنامج امبارح النهار تي في الجزائرية قال ان احنا عندنا معلومات ان سمارة النهاردة بالفعل اللي هو امبارح يعني يوم الخميس ان سمارة سافرت الى مصر، وان الحمد لله يعني التصالح تم ما بينها وما بين ابو جبل، وده فرح ناس كتير جدا. ربنا يحميهم يا رب العالمين. وكمان يحيى طبيش قال ان ابو جبل تصرف بذكاء، وان سمارة عزيزة واخت ليه، وان هي عايشت فترة مش سهل عليها، ولكن ابو جبل صلحها بذكائه. ربنا يهنيهم يا رب. ومش عايزه تاني اقول الاقي في الكومنتات تعليقات بتقول انت بتوثقي او نفسك ان المصريين يتجوزوا جزائريات. والله انا ما مش في دماغي خالص، بل بالعكس انا من الناس المحبين لسمارة وابو جبل من زمان جدا جدا جدا، ومن من زمان من اول ما القناه دي اتعملت، فانا من الناس المدعمينهم، من الناس اللي كنت بتمنى لهم كل خير. فده خبر بالنسبه لي فرحني جدا جدا، ولكن انا ما بجيبش يعني سيره جزائريه اتجوزت مصري نهائيا يعني ولا حاجه تفرق معايا. ده زي ما قلت كله نصيب مكتوب عند ربنا، مصريه تاخد جزائري، جزائري ياخد مصري، سوري دي مش قصتي، انا ماليش دعوه مين يتجوز مين، دي حاجه ما تخصنيش. ولكن انا من البدايه بحب سمارة وبحب ابو جبل ومتابعهم من الاول خالص، واتمنى لهم كل خير. وفي ناس كتير جدا في القناه هنا متابعاهم وبتحبهم، تتمنى لهم كل خير بعيدا عن التشخيصات اللي من بعض الناس اللي بتقول انت بتدعمي الجواز الجزائري المصري، نفسك المصريين الرجال المصريين يتجوزوا جزائريات. انا مالي يعني، ايه اللي هيخصني في الموضوع؟ وفي اكتر من جنسيات عايشين في مصر، مش 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 جنسيه واحده، جنسيات متعدده، واللي يتجوز من هنا من هنا يتجوز، واللي يتجوز من هنا يتجوز، كل واحد حر يعني. ده مطلق الحريه، جزائري يتجوز مصري، مصري يتجوز جزائريه، كل واحد حر في اختياره. جزائري يتجوز مصريه، سوري يتجوز مصريه، ده حاجه من فرنسي يتجوز جزائري جزائريه، حاجه ما تخصناش، ده نصيب عند ربنا كل واحد واختياره، دي حاجه ملناش فيها، مفيش اي كلام من الكلام ده. ولكن في ناس مصره تفكيرها، وانا عارفه طبعا مين اللي اشاع التفكير ده في البدايه، لكن تفكير غير عقلاني بالمره وغير صحيح. ولو الشخص اللي بيكتب التعليق ده فكر بعقله هيلاقي الموضوع اصلا يعني
مش مستاهل كل الكلام ده، مين يتجوز من اللي يتجوز يتجوز، النصيب بتاع ربنا، ربنا يهدي. شوف حضراتكم على ألف خير، أتمنى لسمارة وأبو جبل كل التوفيق يا رب العالمين، ربنا يحميهم من عيون الحاسدين. وفي فعلا حاقدين كتير جدا جدا جدا، وتعليقات سماوية اللي هو إيه، كلها غل وحقد. يعني انتوا شايفة الغيرة في عيون ناس كتير جدا وفي تعليقاتها، ربنا يهديهم يا رب ويبعدهم عننا ويبعدهم فعلا خربوا حياتهم. انا مره من المرات جالي تعليقات فظيعه 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 فظيعه، يعني انا لا نشرتها ولا عايزه انشرها ولا تهمني، ولكن تعليقات في منتهى السم 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 وتفاصيل، يعني ربنا يهدي الناس وما اعرفش ايه الغل اللي جواهم ان هم بيكرهوا الخير لبعض ليه. والله ما انا عارفه الناس بتكره الخير لبعض ليه، وايه الحرب المستميته دي. اعوذ بالله. اشوف حضراتكم على خير، ادعوا من كل قلوبكم لان دعاء بيغير الاقدار، ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب، ربنا بيحب العبد اللحوح. واحنا في يوم الجمعه اسال ربنا سبحانه وتعالى التوفيق ليا ولحضراتكم والنجاح يا رب العالمين، وربنا يهدي اولادنا ويهدي لنا بيوتنا يا رب العالمين ويحفظنا جميعا اللهم امين، ويكون كده ربنا كريم معانا ويرضى عنا ويرضينا يا رب العالمين. السلام عليكم.